فهل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يلقن الميت بعد وفاته؟ لم يثبت في هذا لا في حديث موصول ولا في حديث مقطوع مرفوعا إليه، ما ورد. ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يلقنون الميت بعد دفنه. الأمر الآخر، قول القائل يا فلان عند قبره قل لا إله إلا الله، هذا تكليف، والميت كما ذكرت قبل قليل في دار جزاء وليس في دار تكليف، في دار جزاء وليس في دار تكليف. ولذلك لما يقال قل أنت تكلفه الآن، والتكليف قد انقطع بالنسبة للميت، فهو في دار جزاء وليس في دار تكليف وعمل. والمسألة الأخرى، هذا التلقين في واقع الأمر لا ينفع شيئا بالنسبة للميت، لأن العبرة ليست بمثل هذا القول، وإنما العبرة بما ختم له وبما كان عليه من عمل، هذا العبرة. أما بعد الوفاة فيقال له قل وكذا، فهذا مردود شرعا وعقلا، مردود شرعا وعقلا. ولذلك ما يفعله بعض الناس الآن من قولهم للميت بعد الدفن يا فلان إذا جاءك الملكان، وكأنه قد كشف لهما حضور الملكين، هذا حقيقة فيه يعني مغالطة، وفيه أيضا فيه شيء من عدم العقل أيضا في مثل هذه المسائل. والأمر الآخر ما يتعلق بالحديث الذي عند الطبراني من حديث أبي همامة، أيضا هذا لا يصح. وفيه أيضا حالة أخرى يفعلونها حينما يوضع الميت في اللحد قبل أن ينصب عليه اللبن، يأتي أحد الذين يدفنون فيلقن الميت في مثل هذه الحالة، وأيضا هذا من البدع ومن المخالفات، فيجب على المسلم أن يتبع وأن لا يبتدع. نعم.